ورجعنا لكم مره تانية ومع الاستاذه نجوى ميك اب ارتست. ازي حضرتك يا استاذه نجوى؟ الحمد لله تمام، اهلا بيكي. قبل ما ابدا موضوع حلقتي عاوز اعرف اتعرف على حضرتك الاول. من حضرتك؟ نجوى ابراهيم البداني. اهلا وسهلا. من جاي حضرتك ميك اب ارتست؟ ايوه. ليه المجال ده بالذات اللي اخترتيه؟ اصعب المجالات على ما اعتقد. يعني هو انا ليا فيه خبره من زمان، من سنين يعني. من امتى؟ كام سنه كده حدود؟ تقريبا 13 سنه يعني، من وانا صغيره. خبره يعني كبيره جدا. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي استاذه نجوى. عاوزين نعرف ازاي نحافظ على الشعر والبشره، ان دي اهم حاجه عند الستات اكيد يعني. الشعر لازم نلتزم يعني غسيله ما يبقاش كتير، بنغسل طبعا بشامبو بلسم يكون خالي صوديوم خالي سلفات. نستخدم سيرم، نستخدمش كريمات كتير، لان طبعا ايه طبقه الشامبوات اللي حضرتك تنصحي بيها؟ طبعا اكيد كل في شركات كتير بيبقى ليه شامبو معين او بلسم معين. في شركات كتير جدا، في انواع كتير اجنبي وفي مصري برضو كويس، في حاجات كتير. تمام. طيب انا برضو كان في سؤال، هل غسيل الشعر يوميا ده بيجهد الشعر ولا عادي؟ ايوه طبعا، لان هي الميه اساسا بيبقى فيها نسبه كلورايد عاليه. فالمفروض يعني بيبقى يوم ويوم، كل يومين مره. المفروض اصلا غسيل الشعر يبقى مرتين في الاسبوع كفايه قوي. ده بيأثر على الشعر الغسيل أيوة يوميا؟ ايوه طبعا. بس انا اسمع لازم تغسلي شعرك يعني باستمرار. ماشي، بس نحافظ عليه. في شامبوهات معينه وفي سيرم، في حاجات معينه طبعا بنستخدمها بتغلف الشعراي علشان ما نجهدهاش يعني. ما ينفعش نستخدم شامبو فيه صوديوم بنسبه عاليه يجهد لي الشعراي، بيقششها وبيعمل فيها تساقط، بيعمل فيها تقصف، بيحصل لها اضرار كتير جدا. استاذه نجوى ليه بعدتي عن البروتين؟ لان بروتين الشعر بنلاقي الميك اب ارتست كلهم بيستعملوه، بيستسهلوا ويروحوا عاملين بروتين على طول. انا مش عارفه ايه فوائده وايه برضو ايه هو البروتين دوت؟ عايزين نعرفه. البروتين اول ما طلع، البروتين عامه ما فيش بروتين زيرو فورمالين، كل البروتين فيه فورمالين. نسبه الفورمالين اللي في البروتين حتى لو هي نسبه قليله بتعمل تساقط، بتعمل تساقط في الشعر وبتعمل تقصف، بتعمل تقصف جامد جدا. الشعر اللي بيطلع جديد بيطلع متدمر. يعني ليه اضرار جامده جدا؟ بيطلع متدمر، بيعمل خلايا سرطانيه في فروه الراس. هو له اضرار كبيره جدا. يعني يعتبر اول ما طلع البروتين اشتغلت بشهر او اتنين وبعد كده خلاص. طبعا لما درسنا اكتر وعرفنا اضراره ما عدناش اشتغلنا خالص بالبروتين. دلوقتي اشتغلت فيلر وبوتكس واشتغلت جيلاتين. الحاجات دي احسن. الجيلاتين يعني مش بنستخدمه قوي الا للشعرية اللي هي بتبقى مجعده جدا. يعني الشعر مجعد ايه بقى؟ افريقيه قوي قوي. دايما بنواجه مشكله اللي هو شعر مجعد، ازاي اعالجه؟ وتساقط الشعر برضه. تساقط الشعر فيه حاجات كتير يعني، في امبولات الخلايا الجذعيه اللي هي السيرماسيول، وفي حاجه اسمها ستوبلوس برضو، وفي برضو الفي اي بي. كل دي علاج للتساقط طبعا، بنعملها بطريقه معينه، هي فعلا بتمنع التساقط وبتمنعه كويس جدا. اما بقى الفيلر والبوتوكس، طبعا الفيلر له استخدامه لشعر معين والبوتوكس له استخدامه لشعر معين. الفيلر اسمها ترميم الشعر. أيوة. بالبوتكس والفيلر. ايه ترميم الشعر دي؟ يعني انا ازاي ارمم شعري؟ هي معنى كلمه ترميم ان انا يعني ايه، يعتبر بديله علاج. الشعر مش بيبقى بعد الجلسه ليس، هو بيبقى ناعم جدا بس مش ليس زي البروتين، لان البروتين الفورمالين اللي فيه هو اللي بيديني فرد الشعرايه بنعومه يعني ايه فوق ما تتخيلي. بس مجرد 10 ايام بيعدوا بعد جلسه البروتين بيحصل تساقط رهيب، وتلاقي الشعره باظت وتقصفت ايوه وهاشت. لا بيحصل معاه مشاكل كتير جدا. اما الفيلر يعني تساقط الشعر ايه علاجه بالظبط؟ يعني علاج الشعر التساقط يعني ما انا قلت لحضرتك مثلا من امبولات الخلايا الجذعيه بشتغل بيها مثلا على عميله اسبوع اللي هي السيرماسيول، وبفهمها بتعملها ازاي او انا بعملها لها، بتمنع فعلا التساقط. بعد اسبوع بعد ببدا اعمل لها جلسه فيلر، ممكن شعرها يحتاج فيلر وممكن شعرها يحتاج بوتكس حسب الشعر نفسه عاوز ايه. ايوه طب امتى اعرف ان الشعر ده محتاج بوتكس او فيلر؟ طبعا انا بشوف شعرها
وبعد ما بشوف شعرها، بس لازم بشوف شعرها بعد الغسيل وهو مش مدهون. حضرتك بتعرفي يعني؟ ايوه، انت تشوفي الشعرايه تعرفي هي محتاجه ايه، مسبوغه، كانت عامله بروتين قبل كده وبايظه، كانت عامله مثلا فرد من اي انواع الفرد. ده بيأثر لما تيجي تعملي لها بالبوتكس او الفيلر؟ اه طبعا. في في حاجه كانت برده طلعت برده اليومين اللي فاتوا، اللي هو الفرد الحنه ده. طبعا ده من يعني حابه اقول الموضوع ده، ده من اخطر انواع الفرد. ده ناس كتير عملتها واستثمرت. ليه بقى من اخطر انواع الفرد؟ لان هي فيها ماده كيميائيه عاليه جدا، فعلا بتأثر على الشعرايه، بتهلك الشعرايه، بمعنى ان هي بتهلكها، بتقطمها بتقطمها، بتقصفها خالص. ممكن العميله تقعد بعدها سنتين ثلاثه ما تقدرش تعمل لا فيلر ولا بوتكس ولا اي حاجه غير لما الحنه دي تروح من شعرها، ولا حتى صبغه. ما بتلقطش؟ لا، مش حكايه مش بتلقط، هي شعرتها الحنه مدمره، الحنه مشيطاها، بتيجي تمسك الشعرايه تحس الشعرايه عامله زي الاستيك كده، بتروح لا بتروح وتيجي في ايدك عامله زي الاستيك. بنلاقي كتير جدا بيستخدم الحنه بالحنه. بس دي بتدمر فعلا. طب حضرتك الصبغه ليها اضرار؟ ايوه طبعا، يعني لما بتجي لي عميله وشعرها متهالك جدا بتبقى عايزه تعمل الوان الاشقرات او الفاتح. انا من نفسي مش بدور على المكسب، بقول لها شعرك ما يستحملش ان انا اعمل لك الوان اشقرات فيه، لكن لما بحس ان الشعرية بتستحمل بعمل لها. بس طبعا في انواع صبغه نظيفه جدا، وفي انواع صبغه بدون امونيا، وفي انواع صبغه بنستخدمها للشعر الابيض، وفي انواع صبغه بنستخدمها للشعر. انواع مش اي حاجه احطها على راسي لا طبعا، كل شعرايه انت بتمسكيها بتعرفي هي محتاجه ايه. كل شعر ليه حاجه، ليه علاج خاص بيه. ايوه طبعا، لا مش كل الشعور زي بعضها، في شعر دهني وشعر عادي وشعر مختلط، لا مش كله زي بعضه. زي البشره برضه. لا زي البشره. كان زمان الشعر المجعد دوت ما كانش ليه حل، كان على طول المكوى وخلاص كده هو ده الحل. دلوقتي بقى ليه حلول كتيره قوي. احنا بصي كل التطبيق، بس طبعا البروتين بياخد 6 ساعات 7 ساعات في التطبيق بتاعه. اما الفيلر والبوتكس ممكن ياخد ساعه ونص او ساعتين، والتطبيق بتاعه سهل جدا، والبوتكس كذلك، والجيلاتين برضو. لكن المكوى والاستشوار في حد ذاتهم، يعني لما بتيجي كل يوم تعملي مكوى واستشوار انت بتهلكي الشعرايه، تحطي دايما عليها ليس كده سخنه، لا انت كده بتهلكيها. تمام. لكن لما يكون انت بتعملي بنطبق حاجه، طبعا في عازل على الشعرايه هو الماده اللي انت حطاها، فالحراره ما بتبقاش على الشعرايه مباشر. يعني انت كده مش بتهلكي، لان انت بتعمليها مره واحده خلاص، والجلسه بتستمر معاكي لغايه ما الشعر الجديد بيطلع، والشعر الجديد بيطلع ايه، بيطلع كويس، يعني مش بيطلع زي هو مش بيطلع وحش، بس مش بيطلع زي ما كان. لا بيطلع كويس متحسن. تمام. لان هي الفيلر والبوتوكس يعتبر علاج خالي بوتوكسيون. العنصر الشعر الحاجات ديت العنصر ده هو خالي فورمالين. العناصر دي بالذات بتاذي الشعر جامد، هو خالي العناصر ديت. تمام. استاذه نجوى معانا مداخله، استاذ محمد سراج. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا كلكم الثلاثة الأصدقاء والثلاث النجومين طبعا العالمين منورين قناة الصحة والجمال. منورنا. عاملين فيها طبعا، والمخرج المحترم طبعا اللي منوركم طبعا بالكاميرا الحلوة بتاعته. الله يخليك يا أستاذ محمد. وثانية طبعا أنا النهاردة يعني فرحان جدا 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 بظهور صديقتي وأختي الكبيرة الأستاذة مس نجوى في البرنامج المحترم مع الإعلامية آي رضوان. الله يكرمك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. طبعا لو تكلمت على مس نجوى أختي الكبيرة مش هوفيها يعني شغلها المحترم وشغلها الجميل، وطبعا أنا جربت منتجاتها وجربت شغلها، وجد يعني شغلها يعني مش لو تكلمت من هنا للصبح مش هوفي حقها. الله يخليك يا أستاذ محمد. استاذة نجوى من الشخصيات المحترمة. الله يخليك. ويعني ادعي لها طبعا بكل الخير طبعا اللي بيتمناها ان شاء الله. تشرفنا بيك يا استاذ محمد. شكرا جدا يا استاذ محمد. شكرا جدا.
ألف شكر يا أستاذ محمد. طبعا بشكر أخويا المحترم أستاذ محمد القرم. أستاذ محمد من الشخصيات المحترمة جدا، وهو بصراحة اللي وصلني للمكان ده، وهو طبعا عرفنا عليكم. إنسان محترم بجد يعني. الله يكرمه. كل الشكر والتقدير. أكيد طبعا. أستاذة نجوى، إزاي أحافظ على البشرة؟ البشرة عامة بصفة عامة. في بشرة أنواع. البشرة عامة بصفة عامة ما ينفعش الصابون، لازم اغسل وشي اول ما ببدأ كده بتبقى بمية دافيانة، وبعد كده بالغسول، وبعد كده بديها التاتش المية السقعانة عشان اقفل المسام. في البداية خالص مية دافية بالغسول بتاعي، شوف الغسول اللي بيناسب نوع البشرة بتاعتي او الغسول اللي انا اخد عليه، وبعد كده بديها يعني ايه زي التاتش ميه سقعانه بقى. بعد كده بقفل المسام، ممكن قطنه بميه ورد كده. طبعا ده روتين يومي، هو مش بياخد منك وقت خالص، بس بيحافظ على البشره. بس هي بس التعود حضرتك. هي عمليه تعود. استاذه نجوى، بنلاحظ احنا في فتره المراهقه والشباب بنلاقي كميه حبوب للبنات والولاد بتبقى مصدر ازعاج ليهم، لدرجه ان ساعات البنات ما بتعرفش تنزل بوشها مليان حبوب بحب الشباب. ده خصوصا فتره المراهقه. طيب حضرتك بتنصحيهم بايه او ازاي تعالج حب الشباب ده؟ هو حب الشباب من الحاجات فعلا اللي بتزعج شباب كتير جدا، وكتير جدا بيعانوا منه. بس في البدايه ما ينفعش يبقى عندي مثلا حبايه في مكان معين. بيعرضوا صور حضرتك يعني. ما ينفعش طبعا يبقى عندي حبايه في مكان معين، وطبعا وطول ما قاعده بقعد بقى احط ايدي كده كده هتلاقي الوش كله. معقوله لما احط ايدي ينتشر؟ ايوه طبعا. بيفرش في الوش كله، او بتلاقي الحبايه اساسا مكانها كبر قوي. وفي حبوب بتبقى حبوب بتسيب تاثير جامد جدا يعني. مشيت برده بتسيب تاثير. ايوه طبعا، زي اخرام كده في الوجه. بس هي لو لعبت فيها، لكن لو عالجتها بطريقه صح هي هتروح. ازاي بقى؟ ايه الطريقه الصح دي؟ هي المفروض حب الشباب لو احنا بس، هي لو يعني ايه، لو الناس هتمشي طبعا على طريقه طبيعيه وهتدوم على كده، العسل النحل. العسل النحل من الحاجات فعلا اللي بتقضي على حب الشباب. بس ده عايز اصلي بقى، مش ايوه بالظبط. مش هجيب اي حاجه وخلاص يعني. ممكن يوميا كده بتبقى دهنه عسل نحل، وطبعا لو عملنا بقى فيه وصفه كده جميله جدا، ماسك جميل جدا كده بنعمله علشان الحبوب، هو ممتاز. طب يا ريت تقولهن. هو ماسك الشوفان وعسل النحل، شوفان مطحون تمام، بنخلط عليه معلقه عسل نحل وبنفرده على الوش كله لمده الصبح تلت ساعه. لا بالليل طبعا. ما ينفعش تعملي مره في الشهر او في اليوم؟ هي ممكن تعمله كل يوم عادي، لان هو ماسك عسل النحل مفيد جدا للبشره. لجميع انواع البشره، بس عسل النحل لحب الشباب هو فعلا بيقضي على حب الشباب. جاب نتيجه مع ناس قبل كده؟ اكيد. هي الاستاذه مش هتتكلم على حاجه. انا بحب اعمل الماسكات عامه، بحب ابدا اصلا بماسكات طبيعيه وبعد كده نخش في الماسكات ايه الطبيه. بس صدقيني لما بنشتغل بماسكات طبيعيه بتدي نتيجه جميله، لان كل الماسكات الطبيعيه من الطبيعه اكيد الطبيعه تبقى احسن من اي حاجه طبعا. فبتدي النتيجه فوريه ونتيجه حلوه، يعني مش بتغيب بس كويسه. بتدي نتيجه كويسه. طبعا عسل النحل من الحاجات المفيده جدا للبشره. استاذه نجوى، شايفه ان الميك اب والاهتمام بالشعر دي تاثير جامد جدا على الحياه الزوجيه؟ لسه انا سمعت ان في بيوت بتتخرب بسبب كده. طبعا اكيد طبعا. يعني هي لازم تقعد يعني حاطه ميك اب وعامله شعرها ال 24 ساعه؟ لا، هي مش الفكره هنا. هي مش الفكره. الستات في البيوت مهملين. طبعا. هي طبعا الشعر لما تهتم بشعرها، حتى لو انت هتهتم بشعرك لنفسك، ايه المشكله شعرك يبقى ليس كده ناعم؟ هتلاقيه خفيف عليكي، يعني مش هتحس ان انت شايله حاجه كبيره كده. لا. لما شعرك يبقى ناعم كده هتحس ان الدنيا معاكي كويسه كده. هي عامه الاهتمام بال استاذه نجوى، معانا مداخله استاذه مريم احمد من المنصوره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبه قلبي الضيفه الجميله الرقيقه الست اللي مفيش زيها اتنين بجد. حبيبتي يا مريم، ربنا يوفقك يا رب كده دايما دايما، زي ما فرحتينا وفرحت اللي حواليا
دايما ربنا يفرحك بكل خير وسعادة يا رب. تسلمي لي يا مريم، ربنا يخليك ليا. استاذه نجوى صراحه يعني مثل للذوق والاخلاق بصراحه. الله يخليك يا استاذه. احنا لو هنتكلم على مستوى الشغل ما شاء الله تبارك الله، بجد 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 يعني تسلم ايدك بجد. يعني انا واحده من الناس دخلت على قلب الفرحه بعد كتير قوي، انا ما كنتش اعرف حاجه عن كنت اخري بروتين، اخري الجلاد الحاجات دي، بس لما هي جت عملت لي لا ما شاء الله والله الله يبارك لها يا رب. حبيبتي. حاجه لو هنتكلم بقى من المستوى الشخصي، لا يعني انا عمري اصلا ما مين تدخل حد بيتي، ولما الست دي دخلت بيتي لا بجد بجد مدام نجوى حد، انا بجد فخوره ان انا عرفتها بجد في يوم من الايام. حبيبتي يا مريم ما تحرمش منك ابدا. متشكرين جدا لك يا استاذه مريم. نرجع بقى للستات في البيوت. برضو مثير مصممة بقى. طبعا اكيد نصيحة بقى، انا عايزين نصيحة البيوت كلها. نصيحة تهتم بشعرها، بلاش موضوع انت عاوزة من الراجل يهتم بيكي، اهتمي برضو، فبالتاني ادي عشان تاخدي. طب بلاش الراجل ده الوقت، مش دلوقتي، هم برضو حقهم علينا. لا 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 على راسنا برضو. طبعا هم حقهم علينا، بس هم برضو يعني انا بقى مهتمية بمنظري، هم كمان يبقوا مهتموا بمنظري. تمام صح صح صح. مش انا ابقى متمكيجة وشعري دوت احنا ما بنقولش نجهد الشعر طبعا بالصبغة وكل شوية تغيير الوان وكده، لا طبعا. بنقول يعني نهتم بالشعر يبقى ليس دايما، بلاش نبعد شويه عن المكاوي والاستخدامات العاديه دي، نعمل له مثلا ترميم، حتى لو دهانات يوميه، حتى لو شعرك حلو حمام كريم نوع كويس، بلسم، شوفي حتى الشامبو اللي هو خالي صوديوم انا بنصح دايما برضو باستخدامه يعني مره او مرتين في الاسبوع. وكل ما تيجي تغسل شعرها ما فيش مانع اغسلي ببلسم عادي، ما فيش مشكله. تمام. يعني لكن الشامبو يعني نخليه مره او مرتين في الاسبوع كفايه قوي. انا احب استخدم الشامبو بتاع الاطفال. لا ما على فكره الشامبو بتاع الاطفال فيه نسبه صوديوم عاليه. والله مع ان قالوا طبيعي ده كويس. لا هو بيقشش الشعريه جامد جدا. وانا عامه قبل الجلسه دائما بنصح العميله ان هي تغسل في شامبو اسمه الكلارفاينج، ده بيسحب لي كل الزيوت اللي في الشعر. حلو جدا. لان فيه صوديوم عالي، بس انا بستخدمه المره دي وبس، لكن ما عادش ينفع استخدمه بعد كده. لا اما بتغسلي بجونسون اطفال على فكره. اه ما انا بقول لحضرتك هو ده. لكن جونسون. لكن ما ينفعش استخدمه على طول. لا غلط مره جداً. او مرتين مثلا. لا ما لا يا استاذه هند ما ينفعش، شعرنا هيبوظ. بتوجهي رساله للساده المشاهدين؟ طبعا انا بحبهم كلهم، كلهم حبايبي واهلي وناسي. الحمد لله النجاح اللي انا وصلت بيه. طب بالله عليك رساله بس للستات اللي في البيوت. اهتموا بشعركم واهتموا بنفسكم، ومش بنقول ميك اب، يعني انت لو عملت ماسكات طبيعيه في البيت على فكره هي حاجات سهله، بس هي حاجات سهله وبسيطه جدا. التعود وبرده هم مش فاضيين، يعني تربيه الاولاد حاجه صعبه. خلاص يا لا والله ده هي حاجات مش للدرجه دي، يعني ده هي كلها حاجات طبيعيه لو اتعملت في البيت حتى هتبقى زي الفل يعني 100%. مشاهدينا الكرام يوصلوا لحضرتك ازاي؟ عن طريق بادج الصفحه. ممكن حضرتك تقولي مس نجوى بيوت سنتر. تمام. او ارقام التليفونات اكيد هي ظاهره على الشاشه. على الشاشه. اي بس اتشرفنا بحضرتك جدا، ويعني وقت الحلقه جه بسرعه. ميرسي جدا. استاذه هند تحبي تضيفي حاجه؟ اه طبعا، يعني انا اتمنى النهارده الفقره الاولى والثانيه يا ساده المشاهدين يكونوا عجبوا بيها ونالت اعجابهم. وبقول للساده المشاهدين ان هم يتابعونا دايما على الصحه والجمال تردد 11/8/23 على برنامج اسرار الحياه. طبعا قبل ما انهي حلقتي احب بس اوجه رساله للناس اللي بيتكلموا على بعض، يعني انا مش فاهمه ليه بيتكلموا على بعض، ليه لما تطلع بنت بنوته جميله زي القمر بشكلها محجبة جميلة جدا تنتقدوها؟ البنت دخلت في حالة نفسية شلل كامل. أنا مش فاهمة ليه يعني الانتقادات، ليه الكلام على بعض، ليه ما نخليش دايما أسلوبنا راقي ومحترم، ليه لو مش هنقدر نقول كلمة كويسة ما نقولش خالص؟ يعني في جملة كده بتقول جبر الخواطر على الله. أكيد. اللي يقدر يقول كلمة حلوة بيقولها. أكيد. اللي ما يقدرش يسكت خالص، إن يعني إحنا فينا اللي مكفينا بمعنى أصح، لا تنصحوا لا تسكتوا. شكرا لكم، وبعتذر على اي حاجه كانت صدرت مني لاي حد موجود معايا، وانتظرونا في حلقه جديده مع برنامج اسرار الحياه.